لا يلزم إجراء فحص بسعر المغادرة من المملكة ما لم يكن شرطا من شروط القدوم عند بعض الدول المملكة الآن المملكة العربية السعودية لا تطلب لمغادرة المواطنين وجود الفحص ولكن يجب على المواطن أنه عند المغادرة لدولة أخرى أن يلتزم بشروط الدخول الخاصة بهذه الدولة بإمكان الدخول على مواقع الخطوط الناقلة أو سفرات هذه الدول ومعرفة هذه